بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه النهارده هنحل معاكم امتحانات الثانويه العامه للعام الماضي 2019، دور اول ودور تاني. والامتحانات ديت هتلاقي عندك في اي مراجعه انت مشتريها دور اول ودور تاني 2019، وده امتحان الثانويه العامه الوحيد للمنهج بتاعكم، لان المنهج كان جديد من السنه اللي فاتت. الامتحانات بتاعت الثانويه العامه تبقى سهله جدا وبسيطه، وعايز بس تركيز من بعض الطلبه في بعض النقط في الامتحان، يهدى كده في الجمله، والجمل بسيطه جدا، اسهل من الجمل اللي انتوا كنتوا بتاخدوها وانتوا ايه اثناء الدراسه. بص، الاول هنبتدي امتحان 2019 دور اول، الناس تركز معانا فيه. اول جمله: عادل نقط هي ميد ات هيم سيلف، عمل ذلك بنفسه، يبقى معنى ذلك هو اللي طبخ الاكل لوحده، يبقى كوكد هيز دينر. كوكد هيز دينر اهي، كوكد هيز دينر، هو اللي طبخ الاكل لوحده، كوكد هيز دينر. ما ينفعش اعملها هاف السببيه، لان هاف السببيه بيبقى واحد تاني هو اللي يعمل لك الحاجه. اي هاف ان اولد كار، اي ويش اي هاد، يا ريت كان عندي. تمني في الحاضر، في التمني في الحاضر بنستخدم ماضي بسيط، اي ويش اي هاد، بتمنى حاجه دلوقتي، ودي قاعده اي ويش اللي هي اتلغت في الوحده ال 17، بس برضو اعرفها. اف يو ار ويل اورجنايزد، لو انت شخص منظم سوف تدير وقتك بطريقه مظبوطه، يبقى ويل مانج. والمانج دي يا جماعه حاجه اف الاولى دي اللي جت طبعا في نموذج الاجابه. لو ان انا يعني واحد شخصيا معترض معاه، المفروض مانج دي صح، لان دي عاده مانج، بس ده اللي جت في نموذج الاجابه ويل مانج. وطبعا يعني ساعتها اللي ما فيش حد ايه تطرق للجمله ديت الا قليل جدا من المدرسين، المفروض هي تبقى عاده صحيحه يعني ما فيهاش حاجه. يو مانج، لو انت منظم يبقى انت بتدير وقتك صح. one of my qualities، احد الصفات that I can work under pressure، اللي انا ممكن اشتغل تحت ضغط. under pressure، تحت ضغط. او اي هاف بروكن، مضارع تام، مضارع تام بيبقى حدث انتهى في الماضي وله تاثير في الحاضر، وات كان اي دو، وبيبقى حدث انتهى من غير ما يبين هو انتهى وقت ايه، فعشان كده بنختار مضارع تام. تيك ذيس بيلز، خد هذه الحبوب. ذي ويل ايز، خدنا كلمه ايز معناها يخفف، ايز. شايف كلمات المنهج جايب لك الكلمات البسيطه جدا، ده امتحان الثانويه العامه عشان ما تقلقش، الواحد ممكن يجيب الدرجه النهائيه بسهوله جدا. شي نوت فور ذا جوب، ابلاي، تقدمت الوظيفه اهو. دينا انفورمت اس ذات ذا بيبي ووز كراينج، كان بيبكي. ده طبعا حديث غير مباشر، عرفتها اللي ازاي ووز كراينج عشان بس تعرف الجمله بسيطه. كلمه ذن كان اصلها ناو، فناو كان اصلها ام واز وار والاي ان جي، المضارع مستمر، فتحول لووز او وير والاي ان جي، ووز كراينج عشان كلمه ذن كان اصلها ناو. Because I spent the whole day on the beach, I got a sunburn. اللي هو لفحة شمس أو حرق للشمس. Sunburn. It's طبعا في fifth wedding anniversary، الذكرى الثانوية. أي anniversary، الذكرى الثانوية. اللي بعدها the daily journey of some commuters، المسافرين المعتادين. Commuters. Some commuters. The directives and instructions have influenced، أثر على الهيئة كلها، influenced، improved their work. Charitable organization established him، established، أسسته، established him، أسسته، as the greatest man. Doctors are asked، بيطلب من الأطباء، are asked. Doctors are asked، يطلب منهم، are asked. She is such a، خدنا ساتش طبعا عشان في صفه واسم كرييتيف بيرسون، وفي اداه نقره عشان كلمه بيرسون مفرد، يبقى ساتش ا كرييتيف بيرسون، شخص مبدع جدا. ساتش معناها جدا، بعدها صفه واسم، امال سو صفه بس او حال. اي نوت ووك هوم يسترداي، هاد تو، العاده في الماضي اهو، اضطريت لان انا فقدت فلوسي فاضطريت ان انا امشي للبيت، اي هاد تو. اولزو هي از دايبيتيك، بالرغم اللي هو عنده مرض السكر، he can't help، ما بيستطيعش لو يمنع نفسه عن eating، لان can't help و can't stand من التعبيرات اللي بعدها ال ing. my brother works as a news correspondent، مراسل الاخبار for the Nile TV correspondent. اللي تشوزها، شوف انت بتحل طول السنه في ايه وبتحلها قد ايه، وعندك برضو جمل بسيطه جدا بيجي في الامتحان اهو، بس هي عايزه اهم حاجه ثبات من الواحد وثقه في الامتحان. جيزا بيراميدز ار وان اوف ذا موست امبورتنت لاند ماركس، المعالم البارزه، لاند ماركس برضو من الكلمات الاساسيه. سبورت افري بعد اسم مفرد، ادي يا عم الدرس اللي مدوخك، افري بعد اسم مفرد اهو، امال قول عايز اسم جمع.
they are بيقول لك طبعا هم لعيبه are skilled، كلمه skilled عندهم مهاره، يبقى they will win، تنبؤ بدون دليل، لان الصفه الدائمه في الشخص ليست دليل، الصفه الدائمه ليست دليل. skilled هم عندهم مهاره، دي صفه دائمه فيهم، فده مش دليل انهم هيفوزوا بكل ماتش. لعيبه ليفربول لعيبه طبعا عندهم مهاره، دي صفه دائمه فيهم، يبقى will win. انت عارف لو كان هنا تنبأ عن حاجه تانية في الجمله التانية، قال مثلا الماتش هيبقى صعب، الماتش اللي جاي ماشي، هيبقى تنبؤ بدليل. امال لما بتنبأ على نفس الشخص اللي عنده الصفه، والصفه دائمه، بتبقى تنبؤ بدون دليل، بيبقى will. people wonder if there is a link. link صله، link تنفع اسم وتنفع فعل. the bark اللحاء هو اللي عامل زي الجلد، هو اللي بيحمي الشجره دي برضه في الحالات اللي اتلغت. suppose بدي حاجة في تانية. ما will wait for her husband. she has forgotten the key. هي نسيت المفتاح، يبقى she not have brought it. should المفروض كانت تجيبه، عشان كده تستنى. المفروض should have التصريف التالت، المفروض. اللي بعدها take up يشغل. رول دور مهم، رول شوف كلمة جايب لك في ايه؟ حاجة بسيطة أوي، كلمة رول اللي هو دور، تكتبها في الترجمة كتير يعني. A good reputation سمعة كويسة، فالناس لو أكدنا وركزنا هتجيب درجة نهائية إن شاء الله. هات فيزيتد حارس أول، وهات فيزيتد عشان الناحية التانية مدى بسيط. أهو بفور ذا سكول تريب، الاسم ده اتحل محل حارس تاني، يبقى هات حارس أول. القطعة والله بتيجي بسيطة جدا، ما فيهاش أي حاجة فيها، بس يعني الواحد يقرأها كده ويفهمها وخلاص، ده المطلوب منه يعني. فالناس طبعا اللي حلوها برضو killing animals قتل الحيوانات، عشان دي برضو مكتوبة عندك في القطعة. unlawful غير قانوني يعني، غير مسموح به. اللي بعدها extinct مقرر، بيتكلم على دوت انقراض الحيوانات اهوت، والصيد الجائر للحيوانات. animals such as rabbits and mice مكتوبة عندك، دول بيستخدموهم في البحث العلمي. ivory اللي هو سن الفيل او العاج يعني. اللي بعدها ديت ويل بروتكت، لو احنا توقفنا طبعا عن شراء المنتجات من الحيوانات النادرة كده احنا بنحميهم، ويل بروتكت ذم. اللي بعدها وايلد لايف ويل بي دومولجد، هتدمر. يجي لك بقى كلمة تحتها خط يقول لك عايد عليه، بتيجي كتير قوي في قطع الثانوية العامة يعني. زيز دايركشن غالبا يا جماعة بيبقى جملة قبلها اهو، زيز دايركشن عايد على كده. انديفيدجوال بيبول طريقة اللي هي المؤسسات والأفراد حمايتهم للحيوانات، هو ده الاتجاه ده. زيز دايركشن عايد على كده، يبقى protecting animals by individuals and organizations والمنظمات. فغالبا السؤال ده جاي، واحسن عنوان للقطعه وانسب عنوان القطعه how to protect animals مثلا. الاسئله دي بتجي لكم منها كتير، ما هو عنوان القطعه؟ suitable title عنوان مناسب، الكلمه دي عايده على ايه؟ ده وارد لنا في الايه القطعه بتاعت الامتحان. القصه ركزوا برضه في القصه على درجه عاليه. هو اي ديت سابت اسك فلافيا تو كوم الون، ليه طلب منها ليه تيجي لوحدها لما كان الملك خلف الشجره في اخر فصل. تو كيب ده في الفصل الثامن، ده شابتر 8 الفصل الثامن اهو شابتر 8. تو كيب راساندا زيناليتي سيكريت فروم مارشال. دومو بان سنت اليتر تو ذا برنسيس فلافيا، ليه؟ عشان تحذرها ضد مايكل، وورن هير اجينست مايكل. ثرينو تانيا من فيزيت راساندا اتريم هاوس تو تيل هيم، عشان يقولوا له ان مايكل والخدم بتوعه عندهم مرض خطير، يبقى نقول له يعني اللي هو ما جاش لهم المنشن او الكاسل قدام الناس بس. ده كان خبر طبعا كاذب، اللي مايكل والسيرفانس عندهم دينجرس الس. فساندر رود ثرو ذا اولد تاون تو ليت بيبول نو ذات، عشان الناس تعرف ان الملك بيثق فيهم. ذا كينج تراست ذيم. ادي اسئله القصه عندكم يا جماعه. اكتنج ذا كينج بيمثل دور الملك، لساندر خلى الملك عايش. اذا استريت اشرح، اقرا سؤالي ده بسيط جدا ومطلوب سؤالين من ثلاثه، فبقول لك اللي هو بيمثل دور الملك، فرساندر خلى الملك عايش، اشرح ده، اشرح الايه الجمله دي ازاي الملك فضل عايش ايه تمثيل رساندر لدور الملك. اهو اللي مايكل كودنت كيل ذا كينج، ما يقدرش يقتل الملك از نيو، لانه عارف ان رساندر وود ستي از كينج في الفصل الرابع، انه عارف ان رساندر هو اللي هيظل كملك. هل تعتقد روس كانت مقنعه؟ بيرسويسيف يعني مقنعه، يس طبعا. شي بيرسويدد رساندر تو اكسبت ذا جوب، يقبل الوظيفه. وشي هذا وهي عندها طريقه في اسكينج بيبول تو دو سمثينج ويتش واز امبوسيبل تو ريفيوز. بتريال اللي هي الخيانه، ولويالتي الولاء، كانوا هما العوامل الاساسيه في انقاذ الملك، ده في الفصل الثامن اللي اتلغى. طيب وبرده في حاجات كتير يعني من الفصول اللي قبلها. بتريال الخيانه في مين؟ جوهان، الخيانه دي كانت ممثله في جوهان اللي هو خان وهينزاو وروبورت هينزاو.
جوهان طبعا خان مايكل اللي هو اشتغل سباي جاسوس لراساندا، وانزاو خانه طبعا لما كان عايز يعاقب انتوني دوبان وايه وكيل ديم. طب لويالتي الولاء متمثلين في مين؟ سابت وفريتز، ما سابوش الملك، وفي راساندا. هتروح شرح كده دور كل واحد فيهم حاجه بسيطه كده. ساندر رفض عرض طبعا انزاو تيتشارد، وعرف ورفض طبعا عروض مين؟ ديوك مايكل، وكان عايز ينقذ الملك. الدايلوج سهل جدا جدا جدا، ده بيطمن الناس اهو. الدايلوج سهل جدا جدا بيطمن الناس. تو فريندز، اثنين اصدقاء قبل بعد مده طويله. وير ار يو فروم؟ اي ام فروم. اي مدينه غير القاهره؟ الكسندريا، اسوان، اي حاجه. دي اول مره نوم طبعا. هل له هاو لونج؟ بقى لك قد ايه هنا؟ او سينس وين؟ بقى لك قد ايه؟ السؤال اللي بعده بقى الرابع ده، بتعمل ايه هنا؟ وات ار يو دوينج او وات اباوت يور ستادي؟ بتدرس ايه هنا؟ وات ار يو دوينج او وات اباوت يور ستادي؟ وات ار يو ستادينج؟ الخمسه اند يو، وانت، وات اباوت يو، وماذا عنك؟ طب وانت بتعمل ايه انت؟ اللي بعدها ايام ستادينج واي مجال انت عايزه. الترجمه، بريزرفيشن معناه الحفاظ على، الحفاظ على البيئه، اصبح قضيه عالميه اللي كل شخص يسعى لتحقيقها. قد اصبحت المحافظه على البيئه قضيه عالميه يسعى كل فرد لتحقيقها. يربط الباحثون، لينك او يربط بين ادمان الانترنت ومشكلات الصحه الذهنيه الموجوده، كلمه اكزيستنج يعني موجوده، ومنتال ديت يعني ذهني. واقدرها بالذكر او الملحوظ منها، يعني كلمه نوتب ليه معناها الملحوظ، او اقدرها بالذكر الاكتئاب. احتفلت شعوب افريقيا، عندك هنا ترجمتين بتختار منهم واحده. ذا بيبلز اوف افريقيا سيلبريتي اسوان بينج تشوزن از ا كابيتال، عاصمه فور افريكان كلتشر. والثانيه سهله جدا، حل الاثنين في الامتحان. هتقول سام بنفيتد فروم، هاز بنفيتد فروم مودرن تكنولوجي مور ذان اذرز. اظن يا جماعه سام بيبل هاف بنفيتد فروم، هاف بنفيتد فروم مودرن تكنولوجي مور ذان اذرز. اظن يا جماعه ده يعني الامتحان سهل جدا. هندخل في امتحان الدور الثاني، امتحان برضو الدور الثاني هنحله لكم، فالناس تابع معانا فيه يعني امتحان الدور الثاني. هحله في فيديو لوحده بقى عشان ايه يبقى كل واحد لوحده يعني.